مرحبا بك دانا. تصريح نتنياهو بإمكانية أن يكون هناك فترات توقف قصيرة للقتال وصفها بالتوقف التكتيكي، هل نحن نتحدث عن إمكانية أو عن مقترح سيكون له ملامح في القريب، له ظهير سياسي يؤيد هذه الفكرة، أم هو مجرد تصريح إعلامي ذكره في واحدة من لقاءاته الإعلامية؟ نعم، بعد التحية دعينا ننوه بأن هذا التصريح ليس بالجديد، ولكن هنالك تكرار في هذا التصريح ما يعطيه زخما إعلاميا أو حتى زخما على المستوى السياسي والعسكري. منذ اللحظة الأولى لزيارة بلينكين الثانية والثالثة إلى إسرائيل وإلى الشرق الأوسط، وهنالك جهود دبلوماسية أمريكية متمثلة في إدارة جو بايدن تحث إسرائيل على وقف مؤقت لإطلاق النار للبحث عن حلول إنسانية ومساعدات وإغاثات إنسانية إلى قطاع غزة، ولكن الإدارة الأمريكية وفق نيويورك تايمز عادت لتصدم من جديد في إسرائيل، وذلك بعد رفضها لهذا الطلب وتأكيد على عدم نية إسرائيل في وقف إطلاق نار كلي خلال الزيارة الثالثة لبلينكين التي كانت الجمعة الماضية إلى إسرائيل. وخلال لقائه في بلينكين أكد على هذا الطرح، هذا يعني بأن إسرائيل لا تسمع لهذه الجهود والضغوط الدبلوماسية التي ترمي إلى وقف لإطلاق النار حتى ولو كان لحظيا ومؤقتا. اليوم نتنياهو في هذا التصريح، وهذا يشابه تصريحات مختلفة أو في الإحاطات الإعلامية التي يظهر فيها، يقول بأن إسرائيل أصبحت منفتحة أكثر على وقف جزئي لإطلاق النار، ولكن هذا الوقف مشروط في طبيعة الحال، مشروط بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وتنفيذ مزيد من الغارات البرية، أو حتى أن يصبح الدخول البري الموسع إلى مناطق شمال غزة، إلى مناطق الوسط، ونتحدث عن العاصمة غزة، أن تكون سهلة سلسة ودخولها لا يواجه من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. وكأن نتنياهو يضع كل هذه العراقيل محاولا جذب هذا الشارع. لكن دانا كيف نفهم هذا التوصيف الجديد؟ يعني هو منذ البداية وهو يعلن رفضه لأي وقف لإطلاق النار أو حتى لهدنة إنسانية طويلة، لكن هذه المرة يتحدث عن توقف تكتيكي أو فترات أو توقفات عديدة قصيرة للقتال. ماذا يفهم من هذا الوصف؟ هذا يمكن ربطه في الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الحرب، والتي كانت قد أعلنت عنها المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي، القول أنه لربما ستتجه إسرائيل عسكريا إلى تقليل الغارات الجوية على قطاع غزة وتكثيف التوغل البري عند الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة. هذا يعني لربما من الناحية الإسرائيلية وفق التحليلات وفق المحللين هنا بأن هذا هو وقف إطلاق النار الجزئي الذي يتحدث عنه، بأن يسمح للجيش الإسرائيلي في الدخول والتوغل بريا لتنفيذ عمليات عسكرية محددة محصورة وقوية الأهداف على حد تعبير نتنياهو، وبأن يكون هنالك تقليص في عدد هذه الغارات الجوية تحديدا نحو جنوب قطاع غزة بعد الطلب من الفلسطينيين استمرار النزوح من الشمال إلى الجنوب. لربما هذا كما ذكرنا نربطه في المرحلة الثالثة من الحرب التي وضح أركانها وزير الدفاع الإسرائيلي. اليوم صباحا كان هنالك أيضا تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي، هو يتوافق في الطرح مع ما طرحه نتنياهو بتحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تكتيكية لهذه الحرب في هذه المرحلة، هي تتشابه مع المراحل الثلاثة الأولى في بداية الحرب، ولكن هنالك تعديلات عليها من ناحية الأمن في قطاع غزة إلى ما بعد الحرب. ما أكد عليه جالانت بأن هذه الحرب لن تكون قصيرة، لن نتحدث عن أسبوع أسبوعين أو شهر، بأن هنالك استمرار طويل لهذه الحرب، وبأن الهدف من استمرارية هذه الحرب متمثلة في القضاء على حماس أو ما سماه الإرهاب على حد تعبيره، والقضاء على جيوب المقاومة، وأيضا التسليح العسكري لهذه الجهة. عدا عن ذلك أن لا تشكل حماس خطرا على إسرائيل أو حتى على المستوطنات القريبة من الحدود مع قطاع غزة، يقصد مستوطنات غلاف غزة وتنظيف هذه المنطقة. يقصد أنه تحتاج الحرب تقديريا إلى ثلاثة أشهر لتحرير الرهائن كما أسماهم والقتال للقضاء على الإرهاب، ومن ثم تسعة أشهر لتنظيف المنطقة الحدودية وتمكين إعادة المستوطنين إلى هناك. النقطة الأخيرة التي كان فيها بعض التوضيحات والتي كانت محل لبس في العديد من التصريحات سواء بين المعارضة واليمين الإسرائيلي، هي كيف سيكون حال غزة بعد الحرب. هنالك أوساط تنادي بأن تعود السلطة لتحكم غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حماس، وهنالك من ينادي بأن هنالك سيكون سيطرة أمنية إسرائيلية، ولكن جالانت في تصريحه الأخير قال
بأن سيكون هنالك يعني مسؤولية أمنية عسكرية على قطاع غزة تمكن الجيش الإسرائيلي من الدخول وتنفيذ عملياته العسكرية متى يشاء وكيفما يشاء. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة.